سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناتي الأوفياء. كيف هي أحوالكم أحبائي؟ أرجو أن تكونوا بألف خير وبصحة وعافية. أحبائي وأحبابي وأعزائي، سأقدم لكم اليوم ونظرا لطلباتكم الكثيرة والمتتالية على قنوات الأفلام الأجنبية، القنوات التي تبث أفلام أجنبية مترجمة للغة العربية، أحدث القنوات وكذلك أحدث الأفلام الأجنبية، و تبحثون عن القنوات التي تبث الأفلام بدون فواصل إعلانية مملة. سأحاول أحبائي جاهدة فعلا أن أرصد لكم كل القنوات التي تبث الأفلام الأجنبية. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. من القائمة الرئيسية من نختار التركيب، ثم قائمة بي، نضغط على زر إضافة التردد ونضيف التردد 11555 معادلة الترميم 27500 الاستقطاب عمودي في. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قناة النهار الجديد. القناة منوعة لكنها تبث أفلام أجنبية بالليل بدون مواعيد وكذلك بدون فواصل إعلانية مملة. وأخيرا أتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة على قناتي وعلى جميع قنوات النايلسات. دمتم أحبائي في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. Thank you.